هادي اللي غادي نشوفو اللي غادي نقوم بالوصف ديالها بثمن ديال 370 الف درهم، 37 مليون فينيسيون. داكشي دايزو الكلام، داكشي رائع، ديكورات اللي هما رائعين. عماره اللي كتواجد في فيها مرآب ديال السيارات، فيها المصعد، والعقار ديالنا ديال اليوم كيتواجد بالطبق الارضي، ولكن ماشي طبق ارضي. نقدر نقول لكم كاينين دروج، واخا هو محسوب في الريتشوسي، ولكن كاينين دروج اللي مهزوزين على الارض. اذا سيداتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم في مدينه مكناس، مدينه العروض العقاريه الرائعه بامتياز. جيب لكم شقه بثلاثه ديال الغرف، صالون، واحد لاكور، وكتواجد الطبق الارضي ولكن مهزوزه على الطبق الارضي، مهزوز كنسميوه ريتشوسي او مهزوز، بثمن ديال 370 الف درهم. كما كتشوفوا بالنسبه لافينيسيون ديالها، فينيسيون اللي هي ممتازه، كتماشى ومتطلبات الوقت ولا متطلبات العصر. بالنسبه للعلو ديالها جايه مهزوزه على الارض، عقار اللي ممتاز، وممكن يكون هناك نقاش وتفاوض في الثمن. دير معكم طريقه اعزائي المشاهدين، كما جرت العاده في العروض العقاريه الجميله، في العروض العقاريه الرائعه. بالنسبه للعقار راهم في اطار الانجازات النهائيه ديالو. عندنا بالنسبه للمطبخ، مطبخ اللي هو جاهز، مطبخ اللي واجد، فيه البلاصه فين دير، شوفوا فين دير مثلا الثلاجه، فين دير لا ماشينه لافي، فين دير لا بلاك، فين دير لا هوت ديالك. وكتواجد على مقربه من حي المنصور بمدينه مكناس. هذا العقار كيتواجد على حي قرب حي المنصور بمدينه مكناس. اللي بغى يشوف هذا العقار فما عليه يتواصل ولا يتواصل معايا، وانا راهن الاشاره ديالكم اعزائي المشاهدين. عندي هنا ما هي الا الغرفه رقم واحد، والحاجه اللي زوينه في هذه الغرفه رقم واحد هي ان فيها واحد لاكور، واحد لاكور صغيره، نتوما غادي تشوفوها معايا هنايا. كنهبطو بالدريجات وكنلقى واحد لاكور صغير، هو هذا. شي حاجه اللي هي كتعطي شي حاجه اللي هي زايده. اذا شفنا لاكور اعزائي المشاهدين. اما بالنسبه للغرف فهما غرف اللي متسعه، غرف اللي هما كبار ماشي غرف صغار، كما كتشاهدوا معايا غرفه. كنحاول ما امكن انني نقوم بالمسح ديال هاد الغرفه هادي باش تبان. فيها ديكورات اللي هما مختلفين بالنسبه للسقف ديالها، كل غرفه والديكور اللي فيها. وكما قلت بالنسبه للثمن، الثمن هو 370 الف درهم. كما شاهدتوا معايا شفنا من هاد الناحيه هادي كان عندنا الصالون، هو هذا. عندنا المطبخ هو هذا اللي كيقوموا يلا بازالين في لي فينيسيون الاخرين ديالو. عندي هنا حمام، هو هذا فيه دوش طواليت ديالو، فيه زليج طالع حتى الفوق. عندنا غرفه كتطلع على داك لاكور اللي شفنا، لاكور الداخلي ديال هاد العقار من هنا من هاد الجهه هادي. وتالي فينيسيون كما قلت، والثمن ربما يكون فيه هناك شيء ما من النقاش ولا التفاوض. بالنسبه لهاد العقار كما قلت كيتواجد الطبق الارضي، عندك الحق ديال الاستغلال انت والناس ديال هاد العماره، المرآب ديال السيارات، وكذلك المصعد، وكذلك السطح، وكذلك الدار ديال الكونسييرج او الدار ديال الصديق. نستمروا باش نشوفوا الغرفه رقم ثلاثة، ونزيدكم بالنسبه للموقع فين كتواجد. الموقع اللي كاين حدا الجرداء، حدا الشوارع اللي هما كبار، موقع اللي ممتاز اعزائي المشاهدين، الموقع اللي جد جد رائع. هذه بقاتنا هي الغرفه الثالثه. اذا دابا شفنا ثلاثه ديال الغرف في هاد العقار، ثلاثة ديال الغرف، غرف اللي هما متسعين ماشي غرف صغار، بلاكار كاين، وبالنسبة للديكورات اللي هي مختلفة بالنسبة للديكورات ديال السقف. هذا هو العرض ديال اليوم، كنتمنينا الإعجاب ديالكم أعزائي المشاهدين. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عقار مقبل إن شاء الله مع طارق.